إذا سألوك عن غزة قل لهم بها شهيد يسعفه شهيد، يصوره شهيد ويودعه شهيد ويصلي عليه شهيد. هذا ما قاله محمود درويش، شاعر فلسطيني آخر رحل عنا، لكنه خلف وراءه إرثا من الشعر يحاكي ويعبر عن صورة غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى. صورة عكستها قصة معتز عزايزة الذي يعمل صحفيا يغطي العدوان على غزة. معتز كان قلقا على عائلته التي لم يكن يستطيع التواصل معها، وعندما سمع عن قصف دير البلح وسط القطاع حيث تقطن عائلته هرع إلى هناك، فإذا به يصبح هو الحدث. قصف منزل قرايبي في دير البلح، وانا مش عارف اتحرك من غزه على الدير، مش بلاقي اي وسيله مواصلات، والاخبار مش مسره خالص يعني. وكل المنطقه هذيك لعائلتي كلها عزايزه، كلهم عزايزه. يا رب على القهر، يا رب على القهر.